اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. عام يمضي وعام يبدأ وفي طياته المجهول بكل ما للكلمة من معنى، وكعادتهم يأتي خبراء الفلك ليقدموا قراءتهم للطالع الفلكي القادم ويؤسسوا لمجموعة من المزاعم والتنبؤات لمولود كل برج من الأبراج. في هذا الفيديو من قناة رويش تي في سنتحدث بالتفصيل عما قالوه لنا من توقعات برج السرطان لعام 2021. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا أن هذه ليست سوى تخمينات، فعلم الغيب عند الله وحده. يصف الفلكيون عام 2021 لبرج السرطان بأنه مليء بالتحديات المستقبلية، عام سيبدأ بتغييرات بطيئة لن تلحظها، ثم ستظهر بعض التحديات الطفيفة أمامك. إن عبور زحل في الجدي سيكون له تأثير سلبي عليك، كما إن عبور المشتري فوق برج الدلو سيؤدي إلى بروز عوائق مفاجئة أمامك. إلا أنك يا عزيزي لن تستسلم، سيكون من المهم بالنسبة لك العمل الجاد باستمرار وتحقيق ثروات جديدة. صبرك على هذه الأزمات سيثمر، وستنال المكافآت وتقطف ثمار جهدك وعملك الجاد في نهاية المطاف. لذلك على مولود السرطان أن يتوقع عاما مليئا بالأرباح المالية. مع هذا يحذرك الفلك من الزيادة في الإنفاق وصرف المال دون دراسة. سيشهد العام 2021 مع انطلاقته ارتفاعا مستمرا في الدخل وفقا للتوقعات. ستلاحظ تحسن الرصيد النقدي وهذا سيعزز ثروتك، ومع ذلك سترى أيضا زيادة في الإنفاق. تأكد من أنك لا تتسرع في أي إغراء أو تنفق دون النظر إلى جدوى الأمور. عزيزي السرطان، عام 2021 يظهر سوء تفاهم مع شريكك. بالنظر إلى الحياة الشخصية والرومانسية لبرج السرطان سيكون العام صعبا بعض الشيء، لأن سوء الفهم سيكون سببا للمعارك والخلافات الشخصية بينه وبين حبيبه، وذلك وفقا لتوقعات السرطان لعام 2021. ينصح ألا تكون قاسيا أو حازما في آرائك ومواقفك وحتى في وجهات نظرك هذا العام. بعد التطرق إلى قضايا الرومانسية والحب، ينبغي أيضا تحليل مجالات الحياة الأخرى مثل التعليم والدراسة الأكاديمية. عام 2021 بالنسبة للسرطان سيتطلب مزيدا من الجهد من قبل الطلاب المنتمين لهذا البرج. الحظ هذا العام سيكون متوسطا فيما يتعلق بالمهارات التي تعزز التعلم الكلاسيكي، ومع ذلك يمكن لمولود هذا البرج الالتحاق بالتعلم المهني لتحسين معرفته، حيث سيضع هذه المعرفة في إطار الممارسة المنتظمة. سيمكنه هذا من تحسين معرفته العملية للأيام القادمة. عزيزي برج السرطان، عام 2021 سيحمل لك الاستقرار في حياتك المهنية. مع المعرفة ستكون رغبتك عالية في كسب المال من خلال مهنتك،
سيجد مواليد السرطان الاستقرار الذي كانوا يبحثون عنه في حياتهم المهنية. سيكون هناك المزيد من العمل ووقت أقل للترفيه. ستبذل يا عزيزي السرطان جهودا مضاعفة لتشعر بنفسك داخل شركتك ومؤسستك. هذا الجهد من جانبك سوف يمنحك النجاح ويرفع من مركزك. علاوة على ذلك، يحتاج العام إلى الحذر لأولئك الذين كانوا يتطلعون للعمل في أعمال الشراكة، فالتقدم والنجاح لن يتحقق بسهولة. قد يكون سوء الفهم مرتفعا بينك وبين شركائك، وسيتعين عليك أن تضعهم في حالة راحة ودية. إلى جانب الحياة المهنية الجيدة، تعد الصحة مهمة أيضا، وهذا أحد المجالات التي يجب على مواليد السرطان توخي الحذر فيها. قد تشكو يا عزيزي السرطان عام 2021 من مشاكل في النوم الجيد ومن الكسل والبطء. سيكون التوتر والقلق موجودين، ومع ذلك لن تشكو من أي أمراض خطيرة هذا العام، وهذا سوف يريحك. أخيرا، سيشهد العام تراكما جيدا للثروة، لكن تكوين هذه الثروة لا يمكن أن يحدث إلا بالاستخدام الصحيح للمال. مرة أخرى، ستشهد الحياة الزوجية بعض الاضطرابات إذا كنت متزوجا بالفعل، ولكن لحسن الحظ ستحصل العلاقة على بعض الدعم من كبار السن الذين سيتمكنون من التدخل وحل الخلافات في الرأي. إذا كنت عازبا وتبحث عن شريك للزواج، فمن الأفضل أن تنتظر بعض الوقت لتستقر بشكل دائم. لن يبدأ عام 2021 بشكل جيد للغاية فيما يتعلق بمواليد برج السرطان. قد تواجه العديد من التحديات التي قد تكون صعبة للغاية ويستحيل التعامل معها، ومع ذلك سوف تتحسن الأمور بمرور الوقت. من المحتمل أن تحصل يا عزيزي السرطان على نجاح متوسط إلى مرتفع على جبهات مختلفة من الحياة، كل ذلك وفقا لمزاعم علماء الفلك لعام 2021. كانت هذه هي توقعات برج السرطان للعام القادم عام 2021، قدمتها لكم من قناة رويش تي في. ومن قناة رويش تي في نتمنى لكم عاما سعيدا مليئا بالصحة والتوفيق. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد، فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.